الأنفاس أصون عز حجابي، وبعصمتي أسمو على أترابي. ما ساءني خدري وعقد عصابتي، وطراز ثوبي واعتزاز رحابي. ما عاقني حجلي عن العليا، ولا سدل الخمار بهمتي ونقابي. فكم التهب صدري بنار شوق إلى محافلهم اليوانع، وقد عاقني عن الفوز بهذا الأمل حجاب خيمة الأزار، وحجبني قفل خضر التأنيث عن سناء تلك الأقمار. ارقصي مذبوحة القلب وغني، واضحكي فالجرح رقص وابتسام. اسألي الموت الضحايا أن يناموا، وارقصي أنت وغني واطمئني. صرخة أي جحود وجنوني، تركي قتلاك صرعى دون دفني. أي معنى لانتفاضات السجين؟ انتفاضات وفي الشعب بقايا من عروق لم تسل نبع دماء، إنجازات وبعض الأبرياء بعضهم لم يسقطوا بعد ضحايا. يقولون إن الكتابة إثم عظيم فلا تكتبي، وإن الصلاة أمام الحروف حرام فلا تقربي، وإن مداد القصائد سم فإياك أن تشربي. وها أنا ذا قد شربت كثيرا، فلم أتسمم بحبر الدواة على مكتبي. يقولون إن الكلام امتياز الرجال فلا تنطقي، وإن التغزل فن الرجال فلا تعشقي، وإن الكتابة بحر عميق المياه فلا تغرقي. وها أنا ذا قد عشقت كثيرا، وها أنا ذا قد سبحت كثيرا، وقاومت كل البحار ولم أغرق. يقولون إني كسرت بشعري جدار الفضيلة، وإن الرجال هم الشعراء، فكيف ستولد شاعرة في القبيلة؟ وأضحك من كل هذا الهراء، وأسخر ممن يريدون في عصر حرب الكواكب وأدى النساء.